بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في هذه الانطلاقات المتتالية. شوطنا الخامس للبكار المحليات الأصايل ننطلق مع هذه الشعارات المنطلقة والحاضرة في صباح هذا اليوم وفي عاصمة الميادين ميدان الوثبة لننطلق مع حضراتكم مع البداية مع الصدارة. أتابع مخيفة من تحت الصدارة بشعار راشد بن سلطان بن غالب المنصورية يقدم لنا مخيفة لتنطلق على البداية لتنطلق على الصدارة المركز الثاني. الحضور من أمانة أمانة هي القادمة. يتقدم ناصر بن مغير بن سالم العميمي ليقدم لنا شعاره بينما المركز الثالث القدوم من أسياد الحاضرة في هذه اللحظات المتقدمة مع المركز الثالث يقدمها الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبية. المركز الرابع القادمة دمعة يتقدم محمد بن أحمد بو عوان المنصورية. من يقدم لنا دمعة بينما المركز الخامس بينما الحضور احضرت امطار احمد بن راشد بن غانم المنصورية يقدم لنا ايضا هذا الشعار وهذه الانطلاقة على المركز الخامس. المركز السادس القادمة في هذه اللحظات والحاضرة مياسة واللي تتحرك مع سادس المراكز بشعار خليفة بن محمد بن لويع الخيلية. من يقدم لنا انطلاقة مياسة المركز السابع احضرت فرحة ليتقدم احمد بن مطر بن محمد بن مطر رميثية مع سابع المراكز. المركز الثامن احضرت مخيفة لتتقدم بشعار سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الاحبابية. من يقدم لنا شعاره بينما المركز التاسع مرحبا بالوسمية احضرت في هذه اللحظات لتتقدم في هذه اللحظات ناصر بن محمد بن مصلح الاحبابية. من يقدم لنا الوسمية بينما القدوم بينما الحضور مع عاشر المراكز. نختتم النداء في هذه اللحظات مع الغزيلة بشعار حوض بن مبارك بن سعيد الاميري. من يقدم لنا شعاره مع المركز العاشر. هذا النداء الأول للمراكز الأولى الحاضرة في صباح هذا اليوم الحاضرين والمتقدمين من أجل الفوز ومن أجل الناموس في عاصمة الميادين في أقوى الميادين. العودة إلى مخيفة 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 والأداء المخيف مع مخيفة في هذا الصباح. راشد بن سلطان بن غالب المنصورية يتقدم منذ البداية يتقدم منذ الانطلاق مع مخيفة مع الصدارة لتقدم هذه العروض الكبيرة لتقدم هذه العروض الممتازة. المركز الثاني القدوم
من فرحة أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثية. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم فرحة القادمة مع المركز الثاني المركز الثالث في هذه اللحظات؟ حضرت مخيفة ليتقدم سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي. بدأ في الحضور بدأ يتقدم، بينما المركز الرابع أمانة هي القادمة بشعار ناصر بن مغير بن سالم الحميمي. من يقدم لنا شعاره؟ بينما المركز الرابع أم الخامس الحضور من أسياد وشعار بن مرخان يتقدم مع أسياد المركز السادس في هذه اللحظات. أمطار هي القادمة، يتقدم أحمد بن راشد بن غانم المنصورية. وسابع المراكز الحضور القدوم الوصول من دمعة محمد بن أحمد بوعوانه المنصورية. من يقدم لنا انطلاق الدمعة وحضور دمعة في صباح هذا اليوم؟ أوصلت الغزيلة ليصل الخبير عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. من يقدم لنا شعاره؟ ولكن العودة إلى المنصورية، العودة إلى مخيفة المحتلة للصدارة، المحتلة للمركز الأول. 1200 يا بن غالب يا المنصورية، يا مالك مخيفة، يا من تقدم لنا مخيفة. راشد بن سلطان بن غالب المنصورية مع مخيفة والأداء الكبير، الكيل الخطير، الكيل الكبير، الكيل المثير. يا مالك مخيفة، يا مالك مخيفة. وصل الصعب بن مرخان مع أسياد. بن مرخان يقدم لنا أسياد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. وأيضا القادمة في هذه اللحظات والحاضرة هنا أمطار، أحمد بن راشد بن غانم المنصورية. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا أمطار؟ ولكن بن غالب تحركت مخيفة، أقلعت مخيفة في الأمطار الأخيرة، في الأمطار الخطيرة. بن غالب يتقدم راشد بن سلطان بن غالب المنصورية. ولكن الله يا أمطار، أمطار 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 طارت وغيرت بشعار أحمد بن راشد بن غانم المنصوري. المنصوري يقدم لنا أمطار، أمطار الفوز، أمطار النواميس. سلام يا المنصوري، سلام على الفوز والانتصار الكبير في هذا الصباح. المركز الثاني كان الحضور من مخيفة راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الثالث مخيفة أيضا لسعيد بن حمد بن هادي الأحبابي. والمركز الرابع وصلت أسياد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. والمركز الخامس كان الحضور مع تم لمحمد بن حبتور بن ذيب الدرعي. من قدم لنا شعاره؟ تانينا لمالك أمطار أحمد بن راشد بن غانم المنصوري. من قدم لنا أمطار لتختطف ناموس هذا الشوط في هذا الصباح؟ نتابعها وإياكم. ولحظات الإعادة والتوقيت الزمني 9:38 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مخيفة لراشد بن سلطان بن غالب المنصورية. 9:39 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث
ام خيفة لسعيد بن حمد بن هادي بن عامر الاحبابي، 9 دقائق 40 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الاخوان الفائزين في صباح هذا اليوم.